السلام عليكم أيها التلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم معنا في قناة جو كومينيك تي في الخاصة بالرياضيات، لكي نفهم جيدا مادة الرياضيات بخصوص الأقسام الجذوع المشتركة للتعليم الثانوي والتأهيلي جذع العلوم وجذع التكنولوجيا. مرحبا بكم في رحاب الرياضيات. اليوم سوف نتطرق إلى درس جديد، الفصل الخامس، المعادلات والمترجحات والندمات. المعادلات والمترجحات والندمات من بين الدروس والأنشطة المهمة جدا في هذا المستوى، مستوى الجذوع المشتركة. إذن نحاول قراءة محتوى البرنامج. المعادلات والمترجحات والندمات، هناك المعادلات والمترجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. المعادلات والمترجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد، سوف نقوم بتفسير هذا المحتوى. ثم المعادلات والمترجحات من الدرجة الثانية بمجهول واحد، الشكل القانوني لثلاثية الحدود. ثم المعادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد، إشارة ثلاثية الحدود. المترجحات من الدرجة الثانية بمجهول واحد، الندمات. المعادلات من الدرجة الأولى بمجهولين، ندمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. ثم توجيه المستوى، ولا ننسى قدرات المنتظرة من خلال هذا البرنامج. معادلات ومترجحات والندمات، ما هي القدرات المنتظرة؟ حل معادلات ومترجحات تؤول في حلها إلى معادلة ومترجحة من الدرجة الأولى أو الثانية بمجهول واحد. حل الندمات من الدرجة الأولى بمجهولين باستعمال مختلف الطرق التأليفية الخطية. ثم حل معادلات ومترجحات تؤول في حلها إلى معادلة ومترجحة من الدرجة الأولى أو الثانية بمجهول واحد. حل ندمات من الدرجة الأولى بمجهولين باستعمال مختلف الطرق التأليفية والخطية والتعويض والمحددة. تريد وضعيات تتضمن المقادير المتغير باستعمال تعابير او معادلات مترجحات او متفاوتات او ندمات. التمثيل البياني لحلول مترجحات او ندمات مترجحات من الدرجة الاولى بمجهولين واستعمال في توجيه الفضاء وحل مسائل بسيطة حول البرمجة الخطية. التلاميذ ذو الجذوع المشتركة للتعليم الثانوي والتأهيلي جذع العلوم وجذع التكنولوجيا، سوف نقوم بشرح الدرس المعادلات المترجحات والندمات. ابقوا أوفياء إلى قناة جو كومينيك تي في الخاصة بمادة الرياضيات الثانوي. سوف نتعرف في هذا الفصل الخامس من المعارف الأساسية حول المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد كتذكير. أولا تعريف، ليكن A و B عددين حقيقيين، كل معادلة على شكل AX زائد B تساوي الصفر تسمى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، حيث X هو المجهول. سوف نقوم بعرض هذه الأمثلة في فيديو مستقل. لنتابع. المترجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد، تذكير.
تعريف ليكن أو بعددين حقيقيين كل متراجع على شكل انتبهوا جيدا AX زائد B أكبر من أو يساوي الصفر أو AX زائد B أكبر قطعا من الصفر أو AX زائد B أصغر من أو يساوي الصفر أو AX زائد B أصغر قطعا من الصفر تسمى متراجعه من الدرجة الأولى بمجهول واحد حيث X هو المجهول. إذن كل متراجعه خاصة تكون على الشكل التالي AX زائد B إما تكون أكبر من أو تساوي الصفر أو أصغر من أو تساوي الصفر أو AX زائد B أكبر قطعا من الصفر أو أصغر قطعا من الصفر دائما AX زائد B هذه تسمى متراجعه من الدرجة الأولى بمجهول واحد والمجهول هو X سنبحثوا عليه. إذن هناك عدة أمثلة مثلا 3 X ناقص 1 أكبر من أو يساوي الصفر إذن هذه متراجعه جدول مربع 2 X زائد B أصغر قطعا من الصفر هي متراجعه ناقص 5 X ناقص جدول مربع 3 على 2 أصغر من أو يساوي الصفر هي كذلك متراجعه هي متراجعات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذن هذه الأمثلة هذو تتمثل متراجعات من الدرجة الأولى بمجهول الواحد تتكتب على الشكل التالي AX زائد B إما تكون أكبر من أو يساوي أو أصغر من أو يساوي أو أكبر قطعا أو أصغر قطعا فهمتم؟ إذن سوف نعرضكم الفيديو الثاني في هذه الحصة هذه غادي تشوفوا بالضبط طريقة الإنجاز ديال حل المترجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. هاد المترجحات مثلا 3 إكس ناقص 1 أكبر من أو يساوي الصفر أو ناقص 5 إكس ناقص جدول مربع 3 على 2 أصغر من أو يساوي الصفر أو 5 إكس ناقص 2 في إكس زائد 1 أصغر أكبر 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 قطعا من 3 إكس زائد 1 هناك هادو تسمى مترجحات سوف نقوم بحلها في هذا الفيديو. إليكم الفيديو الآن يوضح لكم طريقة حل متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد.